أكدت مصادر للتلفزيون العربي ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في عملية ناتساريم إلى 4، وكانت كتائب القسام أعلنت قصف مقر لقيادة قوات الاحتلال في محور ناتساريم جنوبي مدينة غزة بقذائف الهاون، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات في صفوف الفرقة 99. وأعلنت كتائب القسام في بيان عبر قناتها على تطبيق تيليجرام أن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، حيث أوقعوها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ F-16 أطلقت على المدينة سابقا ولم تنفجر.